لا لا عصفوري جاء بعد والله العظيم اذا جاء عصفوري ترى التغير عجل خلينا نطلق ترنا يا ولد احترينا اسلم يا براش يقول المجلس اللي ما يرحب في قدومك لا تجيه صح لو كان سقفه عاج والتركي صنع زوليته حتيش لو راعيه يملك بالريال وبالجنيه ما تملكه بعض الدول ملكه وميزانيته الرجل لا من صار له كلمه وله راي وجيه ما غداله في المكان اشداد يحفظ جيته استغفرك يا الله من بعض النوايا والوجيه لاختصهم ضيف مسير شككوا في نيته لكن على ما قال يا وجه النزيه ابن النزيه الناس تعرف طيب النية على عفويته الملتزم بالصمت ما يخطي ولا يخطى عليه أنا أشهد أن الصمت يحفظ للرجل شخصيته لا تعطي الهذار وجه ولا تخاوي لك سفيه لو ساق لك جاهه وطش عقاله وطاقيته ما يطرح الرجال في عيني عسى الله يهديه غير الكبر لو يفرق بطيبه وفي شكليته ولا يزود الرجل بعيون الرجال وتشتريه غير الكرم لو تنقد العالم على عقليته الله ولا من يشذب العرقوب لو ما قال فيه هذاك لا تلعب على وزنه ولا قافيته ما هو بشرط عباد ربي ترتضي ما ترتضيه ما انتب ولي الله على آدم ولا ذريته لا تنشغل بالناس يا ابن الناس فيما هي تبيه كل له اسلوبه وله طبعه وله حريه يا سلام يا سلام انا اتوقع القصيده هذه شغله سعد اتوقع يعني. ان القصيده هذه ردا حتى على اللي ينقدون شوي لا يتعمقون في النقد شوي